للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الأرمينية ياريفان موفد التلفزيون المصري علاء رشوان. علاء، بعد التحية ومن خلال تواجدك في العاصمة الأرمينية، لك أن تطلعنا على أبرز النقاط التي استوقفتك في المحادثات التي تمت بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية أرمينيا، وكذلك أيضا مع رئيس الوزراء الأرميني. نعم، عدد من الملاحظات التي واكبت ورافقت الزيارة التاريخية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأرمينية، والزيارة الأولى للرئيس المصري منذ تأسيس ونشأة العلاقات بين مصر وأرمينيا عام 1992. ربما الملاحظة الأولى هو توافر الإرادة السياسية لدى الجانبين لدعم وتعزيز أطر التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، واستثمار العمق التاريخي الذي لطالما جمع البلدين على مدار عقود من خلال استضافة مصر لجالية أرمينية تعيش منذ مئات السنين، يبلغ عددها أكثر من 10,000 عام، يبلغ عددها أكثر من 10,000 نسمة، لها إسهامات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وفنية وحتى دينية بارزة في المجتمع المصري. إلى جانب الإرادة السياسية المتوفرة لدى الجانبين، تحولت هذه الزيارة إلى خارطة طريق ترسم ملامح جديدة للعلاقات في المستقبل باتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية التي سيشرع الجانبان في تنفيذها في الفترة القليلة المقبلة. أول هذه الإجراءات هو استئناف عمل واجتماعات اللجنة الوزارية العليا المشتركة المشكلة بين الجانبين للدعم الفني والتقني والتعاون الاقتصادي والتجاري. هذه اللجنة كان آخر اجتماع لها في عام 2017، سوف يستأنف هذه الاجتماعات تستأنف من جديد بين الجانبين عبر هذه اللجنة العليا. أيضا استعادة اجتماعات منتدى رجال الأعمال بين البلدين لاستشراف فرص التعاون والتبادل التجاري، وأيضا دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين عبر تبادل للزيارات من رجال القطاع الخاص ورجال الأعمال فيما يسمى بعثات طرق الأبواب لاستشراف هذه الفرص التي يوفرها الجانبان لرجال الأعمال من الجانبين. هناك أيضا عدد من الاتفاقات التي شهدنا توقيعها وشهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأرميني فاهاجن خاتاتشوريان. عدد من هذه الاتفاقات يضاف إلى اتفاقات سبقت هذه الزيارة في خلال الشهور القليلة الماضية، أكثر من 50 مذكرة تفاهم وتعاون واتفاقية تم توقيعها، يضاف إليها 3 مذكرات للتفاهم في مجالات الشباب والرياضة والثقافة، في مجالات التكنولوجيا والدعم الفني والعلمي، أيضا في مجالات التعاون بين المناطق الاستثمارية في البلدين. ربما أيضا شهدت هذه الزيارة رفع لمستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين، خاصة وأن مصر تهتم باستقرار الأوضاع في منطقة جنوب القوقاز ووسط آسيا، للأهمية السياسية والجيوسياسية لهذه المنطقة الغنية بمصادر الطاقة والتي تحتوي على ثروات هائلة يمكن استغلالها والانتفاع بها بالتعاون مع دول إقليمية هامة مثل مصر إذا ما استتب الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. لذا المصلحة مصلحة مباشرة للطرفين في استقرار هذه المنطقة. أيضا هناك جهود ومساعي تبذل لانضمام مصر إلى التكتل الاقتصادي الأوراسي في وسط آسيا، أحد أبرز وأهم التكتلات الاقتصادية في هذه المنطقة بعضوية كل من روسيا وبيلاروسيا أرمينيا قرغستان وكازاخستان، عضوية مصر المرتقبة التي يجرى إلى الآن المفاوضات بشأن إتمام عضويتها. نعم. سوف يتيح لمصر من تمكن الصادرات والمنتجات المصرية من النفاذ عبر دول هذا التكتل إلى مليار نسمة في منطقة وسط وشمال آسيا وأيضا في منطقة شرق وجنوب أوروبا. شكرا جزيلا زميل علاء رشوان على هذه التغطية وهذه المتابعة الوافية من العاصمة الأرمينية. شكرا جزيلا على هذه التغطية.